سلام الزلفلاون، أمسية سعيدة. نتمنى تكونوا كامل بصحة جيدة، سالمين عافيين يا رب. هذا هو الأهم في قناتكم. إذا كهنة جرجرة كويزين وبعجينة رائعة سحرية، تقدروا تسموها ذهبية، نحضر بها المملحات. يعني اليوم نديلكم بيتزا وسوفلي، هكذا تحضروها لولادكم في هذه الأيام تاع العطلة وأيام الحجر الصحي. إذا نبدأ بسم الله. عندي 4 أكواب فرينة أو طحين أبيض. هذا الكوب نفس القياس للكوب العادي تاع 230 مليلتر، تكونوا عربلتوها مسبقا. إذا ناخذ 4 أكواب ونتحصل على كمية معتبرة. نضيف لها ملعقة كبيرة ونصف من خميرة الخبز أو لا ليفيور بلونجير، مع ملعقة كبيرة السكر، واختياري تضيف لها رأس ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات على حساب حرارة الجو، يمكن تستغنوا عليها. إذا المكون اللي راح يطري ويخفف هذا العجينة لهو المايزينا، ضيفوا ملعقتين كبار. إذا أعيد هذا المقادير: 4 أكواب فرينة، ملعقة ونصف خميرة الخبز، ملعقة كبيرة السكر، 2 ملاعق مايزينا أو نشاء الذرة. بعد ذلك نضيف لها الزيت، نفضل زيت الزيتون كنصيحة، وإلا ديروا 2 زيت عادية و2 زيت الزيتون في الكل 4 ملاعق كبار. بيضة كاملة بحرارة المطبخ، إذا نضيفها لهذا المكونات. ومحسن المعجنات اللي وهو الخل، عمروا الملعقة، لم هذا المكونات، يعني مازال مكونات أخرى بعد ذلك لو هي الملح وقليل من الزبدة. لموا هذا العجينة بالحليب الدافئ، راح تدي لكم حوالي 2 كوب. إذا ضفنا 4 ملاعق زيت، ملعقة كبيرة من الخل، كذلك لمينا العجينة بالحليب، هذا الحليب يكون دافئ، وضفنا بيضة واحدة بالصفار والبياض. إذا بعد ما لمينا هذا العجينة، لاحظوا القوام، ما تطريوهاش في هذا الوقت، لأنه ما زال راح نزيد لها الملح، حوالي ملعقة صغيرة، ملعقة شاي، ما تكثروش. نذوبها في قليل من الحليب وندخلها جيدا للعجينة. إذا قلت لكم ما تطريوهاش من الأول. نضيف ملعقة، يعني ملعقة صغيرة عمروها من الزبدة أو المارغرين تكون طرية، ودخلوها للعجينة. هذه العجينة ما تحتاجش دلك ولا أي جهد، في نص ساعة تكوني وجدتي البيتزا تاعك والسوفلي، وتفرحي بها أولادك وعائلتك بإذن الله. إذا هنا دخلنا جيدا الملح مع والزبدة في العجينة. هنا نتفاداو الملح، نضع يعني ما نضيفوش في الأول. كملنا مع العجينة، هنا ما نخليوهاش تريح، هذا هو المليح في هذه العجينة. مباشرة نقسموها، يعني نخليوها تحمر ولكن ليس في هذه المرحلة. نقسموها على قسمين، القسم الأول نقسمه على 2، هذو هما اللي نديروهم بيتزا، والقسم الثاني نحضر به السفلي. يعني طريقة أكيد مختلفة عن العادة، يعني نقطعهم قطع، يعني في المعتاد نشكلوا السفلي، نحلوا العجينة نبسطوها ونشكلوها كريات، نقطعها على شكل كريات، بعد ذلك نلموها ويتبقى لنا يعني عجينة زيادة نعود نحلوها أيضا. ولكن هذه الفكرة راح تتفادوا بها كامل هذه العملية وتجيكم سهلة. أنا وزنتهم هذو الكبار 250 غرام، وهذا الصغار دتهم 80 غرام، وكل واحدة كما تحب. يعني تحصلت على 10 قطع، 2 كبار و8 من قطع صغيرة تاع 80 غرام، ولا عينك ميزانك. نغطيوهم، بعد ذلك نخليوهم هنا، نخليوها تخمر حتى يتضاعف الحجم تاعها كما راكم تلاحظوا. هنا عندي الجبن المبشور، اي نوعية صلصة الطماطم، يعني فيها غير شوية طماطم مع زعترة وشوية ثوم. عندي هذا الجبن الخاص بالأمبرغر، زيتون أسود،
هنا اختياري. تقدري ديري الطون، ديري الدجاج او اللحم المرحي. على طاولة العمل او سور لو بلان دو ترافاي نبسط العجينة الاولى، يعني نبدأ بالبيتزا. عاونو يعني سور لو بلان دو ترافاي دو لها شويه فرينه هكذا ما تلصقش، حلوها وبسطوها بالحلال في سمك 2 مليمتر، 2 الى 3 مليمتر لا اكثر. حاولوا تشكلوا شكل دائري فقط بالحلال. هنا نحطوها فوق البلاتو او السنيوة. ما عندكمش ورق الزبدة دهنوها بالزيت ورشوها شوية فرينة، وإلا ورق الزبدة يفي بالغرض ويكون أحسن، هكذا تحافظوا على البلاتو تاعكم. نكمل الثانية بنفس الطريقة. نبدأ بالتزيين. هنا عندي صلصة الطماطم تكون باردة طبعا، خليوها تبرد. بعد ما تحضروها خليوها تبرد. ناخذ هذا الفخوماج قلت لكم الخاص بالهمبرغر، قطعوه شرائح هكذا تجيكم هذا البيتزا اقتصادية، هكذا ما ديروش بزاف، زينوها فقط. ضيف لها شوية لحم، لحم مرحي، قدروا تعوضوه بالدجاج او الطون. نزينوها بالجبن المرحي مع الزيتون. اذا نكمل الثانية، ها هما. انتم تقدروا في الحال طيبوهم في نار في فرن يكون ساخن جدا، على بالكم البيتزا تحب الحرارة، ولكن لنا لغرض التصوير خليتهم نطيبهم كامل على بعض مع السوفلي. اذا ناخذ كرية صغيرة بهذا الشكل، نبسطها على الشكل بيضاوي. بعد ذلك نطويها على زوج هكذا، نحدد المنطقة اللي نحشيها. نتلاقاو بعد ذلك. ندهن كامل هذا الأطراف ببياض بيضاء أو حتى بالماء، هكذا نحتفظ بالحشو أثناء الطهي. ونحطوها فوق البلاتو ونخليوها تخمر حتى هذا السوفلي نحضروه في درجة حرارة 190-200 درجة. هيا بعد ما كملنا قلت لكم لغرض التصوير خليت كامل هذه البيتزا وكامل السوفلي نطيبهم كامل الافوا، ولكن قبل ذلك ندهن هذا السوفلي ببيضة كاملة مع قليل من الحليب وقطرات من الخل، نتحصل على لون رائع. نخلطه جيدا هكذا، نحل البيض بالبانسو وندهن كامل هذا السوفلي. نعيد بيضة كاملة، يعني صفار بيضة ما راحش تكفي، بيضة كاملة، قليل من الحليب مع قليل قطرات من الخل. ندهن أيضا أطراف هذا البيتزا هكذا، طيبنا بلون رائع. أنا كامل يستناو، أنا ولادي يستناو بسلامتهم، الله يحفظ كامل ولادكم. ضروري الفرن تاعكم يكون ساخن جدا. ندخلو هذا البيتزا والسوفلي على درجة حرارة 190-200 درجة. البيتزا تاخذ اللون الذهبي من التحت، يعني تأكدوا انه هذا الجبن يذوب تماما، نحيوها. اما السوفلي نخليوه نزيدو له بعض الوقت، نشعلو من الفوق حتى ياخذ لي اللون اذا الذهبي. بعد ذلك توجد مرحلة اخرى هكذا تحصلوا على اللمعان. لاحظوا البيتزا يعني ما شاء الله جات خفيفة ولذيذة ورائعة، يعني كما تاع المطاعم او احسن بما انه حضرناها في البيت. اما السفلي وهو ساخن اذا دهنوا بالزيت، تكون احسن زيت الزيتون او بالمارغرين.
هي إذا في طبق التخديم ما شاء الله، يعني رائحة شهية، خاصة أنه العجينة درناها في 4 ملاعق زيت، أنا فضلت نديرها كامل زيت الزيتون وتكون صحية أكثر. العجينة طابت مليح خفيفة، وحتى لو كان تخليها تبرد، يعني تخليها بعض الوقت، تبقى دايما طرية. هو السفلي يعني ما شاء الله، الجبن ذاب لذيذ وتشهي. وعلى هذه نقول لكم أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.